طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع مأرب بريس، مليون امرأة يمنية معرضة للخطر. ومن موقع المشاهد نت، ميليشيا الحوثي تحل جهازي الأمن السياسي والقومي. رئيس عربي يسجن قريبا له لعدم سداد الديون. أهلا بكم. الحياة في عدن شبه متوقفة ومعاناة الناس تتفاقم وفقا لموقع عدن الغد. عودة بطيئة للحياة إلى عدن رغم توقف المعارك. وقال الموقع تشهد عدن عودة بطيئة للحياة رغم توقف المعارك بين قوات الجيش وقوات الانتقال وسيطرة الأخيرة على المدينة. وأفاد موقع عدن الغد خلت عدد من شوارع المدينة من المارة والسيارات إلا ما ندر، وألقت عمليات مداهمات واعتقالات بظلالها على الوضع العام في المدينة. وقال مواطنون في خور مكسر لموقع عدن الغد أن جنود نقاط أمنية باتوا يسألون مالك السيارات عن انتمائهم المناطقي، الأمر الذي يسلط الضوء على انقسام مجتمعي حاد تسببت به المعارك الأخيرة. تحتاج أكثر من مليون امرأة يمنية إلى الأموال الآن أو ستفقد إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، مما يعرض حياتها وحياة أطفالها للخطر. تحذير أطلقته الدكتورة ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعنون موقع مأرب بريس الذي نشر تقريرا عن النساء في اليمن. مليون امرأة يمنية معرضة للخطر، وبحسب ناتاليا كانيم سيضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان بحلول سبتمبر 2019 إلى إغلاق 175 من أصل 268 منشأة صحية يدعمها حاليا بخدمات الصحة الإنجابية. وقالت إن هذا يشكل تهديدا مباشرا لأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجن إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد ومزيد من المساعدة الطبية. كما أكد الصندوق أن عملية شراء الأدوية توقفت بالفعل وتم إغلاق 14 مكانا آمنا وأربع منشآت متخصصة بالصحة النفسية للنساء. ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن امرأة تموت كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وتعاني 20 امرأة أخرى من الإصابات أو العدوى أو الإعاقة التي يمكن الوقاية منها. الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عارف عبد الرزاق دحوان يكتب مقالا في الحرف 28 عن إقدام الإمارات على قصف قوات الجيش اليمني. وقال الكاتب في أجزاء من المقال: كرد فعل جنوني وطائش من الإمارات بعد شعورها بالهزيمة الموجعة في معارك أبين وشبوة، قامت بشكل مباشر وعلني بتنفيذ غارات جوية على القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، كما قامت الميليشيا الجنوبية التابعة للإمارات بتصفية جرحى الشرعية وقتلهم في المستشفيات، وهو ما يبرهن أن الإمارات سقطت بهذه الممارسات سياسيا وأخلاقيا في اليمن بعد أن فقدت سيطرتها العسكرية على الأرض إثر فرار رجالها من الميدان بعد أربع سنوات من انتهاجها المؤامرات والمكائد بحق اليمنيين. أرى أن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الإمارات علناً ضد القوات الداعمة للحكومة الشرعية بعد أن ظلت في السابق تنفذ هجماتها عليها بالوكالة عبر المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من التشكيلات. ويأتي ذلك بكون أدائها العسكري على الأرض أثبت عدم جدوى بعد أن فشلت سياستها القائمة على فصل الجنوب. ويبدو أن الإمارات نفسها أعادت موضوعها في اليمن بعد التطور الحاصل في الملف الإيراني، وإثر توارد التقارير من المنظمات الحقوقية بشأن الجرائم المرتكبة في اليمن، وبالتالي فإنها تريد أن تنأى بنفسها عن كل هذا، لكنها كانت مدركة أن ميليشياتها ستتابع المهمة. ولما هزمت في المعركة الأخيرة ذعرت الإمارات وبدأت تصارع سكرات الخوف من الهزيمة مجددا، فجاءت عبر الغارات لتثبيت وكلائها ليكونوا لاعبين على طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية. وأرى أيضا أنه من الصعب قراءة الصمت السعودي على السلوك الإماراتي الطائش، لكن يبدو
أن هناك تواطؤاً مع أبو ظبي، بينما لا تحظى الحكومة الشرعية بدعم سعودي حقيقي هناك، وتعاني من تبعية للسعودية في التمويل والدعم اللوجستي، وتخشى من دفع ثمن باهظ إن ذهبت بعيداً عنها، والرياض تستغل ذلك بما يخدم أهدافها وأجندتها. منذ إسقاط العاصمة في أيدي ميليشيا الحوثي، أقدمت أجهزتها الخاصة على إلغاء ما كان في السابق، وفقا لموقع المشاهد نت. الحوثي يحل جهازي الأمن السياسي والقومي، وقال الموقع أن رئيس المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي مهدي المشاط حل جهازي الأمن القومي والسياسي، أقوى جهازين أمنيين في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. استحدث الحوثيون جهازا جديدا تحت اسم مديرية جهاز الأمن والمخابرات، وأقل الموقع أن ذلك يأتي في ظل مساعي الجماعة لإحداث تغير جذري في مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث وسبق أن عينت أبو علي الحاكم رئيسا للاستخبارات العسكرية وعبد الكريم الحوثي وزيرا للداخلية. قبل الحرب في اليمن، كانت عادة عائلة باسم الحربي تتناول العصيد اليمني المشهور مصحوبا ببعض الدجاج والمرق، وعنون موقع ارفع صوتك في صفحته الرئيسية: كيف غيرت الحرب مائدة اليمنيين؟ وخلال السنوات الثمان الماضية انزلق مزيد من اليمنيين إلى تحت خط الفقر الوطني المقدر ب$50 للفرد في الشهر، أي $600 في العام. وقال الموقع إن العدد أو العديد من الوجبات فقدت الكثير من مكوناتها بسبب الحرب الدائرة في البلاد. يقول أحد الأهالي: كل شيء تغير في حياتنا، بما في ذلك الطعام، الوجبة التي كنت أتناولها قبل سنوات ب1000 ريال أصبحت الآن ب3000 ريال. ويتابع: افتقدت وجبة السمك، قبل الحرب كنت أتناولها وأسرتي في الأسبوع 3 مرات، الآن في الشهر 2 مرات فقط. مواطن آخر قال: كنا نلتقي مع العائلة على مائدة بمختلف أنواع الأطعمة. ويضيف: بيتنا كان عامرا بالضيوف وأنواع الأطعمة، الآن أصبح هذا مستحيلا، وإن تم فالطعام يكون بكميات قليلة جدا مع ضيق دائرة المدعوين. عدن اختبار التحالف في اليمن، تحت هذا العنوان كتبت فاطمة ياسين مقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد. عندما نشبت حرب العراق في العام 2003، أوكل أمر الجنوب العراقي ومنطقة البصرة تحديداً إلى القوات البريطانية ضمن تحالف أكبر تقوده الولايات المتحدة. وعلى غرار هذا التحالف الذي أطاح بصدام حسين والعراق كله، أوكل أمر الجنوب اليمني إلى القوات الإماراتية، فيما كان الوجود الرئيسي للقوات السعودية في الشمال. وكان قادة القوات الإماراتية يكتشفون أول مرة أن الجنوب اليمني كان دولة مستقلة حتى العام 1990، وما زال كثيرون من أبناء الجنوب يشعرون بالغبن من معاهدة الوحدة التي عقدت على عجل نتيجة جانبية لانهيار الاتحاد السوفيتي. وكمن وجد كنزاً عملت الإمارات بشكل منفرد بعيداً عن عين الأخ الأكبر في التحالف وبعيداً عن أهداف التحالف، أنشأت قيادة القوات الإماراتية مناطق نفوذ قوية في الجنوب، مستغلة مشاعر الغبن والشعور بالتفرد الذي يحس به أبناء اليمن الجنوبيون. فتشكلت ميليشيات محلية تابعة لها تنفذ أوامرها وتعمل بخلاف الحكومة التي يدعمها التحالف علنا، وهي حكومة عبد الرب منصور هادي. فنشب تحت الطاولات صراع لاهب بين قطبي التحالف. لا يؤثر هذا التناقض والعمل المنفصل على الإنجازات النهائية للتحالف فحسب، ولكنه يؤثر أيضا على العلاقة بين البلدين وعلى حملة أكبر تشترك فيها الولايات المتحدة بشكل رئيس مع هذين البلدين، موجهة ضد إيران في الخليج. لا تستطيع الإمارات التخلي عن مدينة عدن، فهي عصب خطتها في السيطرة على السواحل اليمنية المحاذية لخليج عدن، وهي المدخل الطبيعي والوحيد إلى مضيق باب المندب، حيث ممر البحر الأحمر الآمن. وإذا أصرت قوات هادي على السيطرة على عدن، فإن فترات الصراع قد تأخذ أشكالاً عديدة،
ومنافسة الحليفين ستتحول إلى صراع مكشوف. تزايدت الانتهاكات التي يمارسها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والمسلحون الحوثيون بحق الصحفيين في اليمن بحسب العرب الجديد، حيث سجلت تقارير حقوقية عن تعرضهم للاختطاف والتهديد واقتحام منازلهم وإطلاق النار على مقر صحيفة محلية في العاصمة المؤقتة عدن. ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف المسلحين الحوثيين للصحفي إيهاب الشوافي على حاجز تفتيش في منطقة الحوبان الواقعة في الضاحية الشرقية لمدينة تعز أثناء توجهه إلى صنعاء. طالبت النقابة في بيان لها سرعة الإفراج عن الشوافي وعدم التعرض للصحفيين بسبب هويتهم المهنية، محملة الحوثيين المسؤولية عن حياته أو تعرضه للأذى. وفي تعز أيضا اعتقلت قوات تابعة للاستخبارات العسكرية 3 صحفيين قبل أن تفرج عنهم بعد أيام من ضغط ومطالبات لناشطين حقوقيين في المدينة، فيما لا يزال الصحفي عبد الحافظ الصمدي مختطف لدى الحوثيين منذ 27 يوليو الماضي بعد اعتراض طريقه في أحد شوارع العاصمة صنعاء. وتقول أسرته إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات متعلقة بمصيره إلا بعد مضي 3 أيام على حادثة الاختطاف. في ظل تصاعد العنف والصراع في مناطق مختلفة حول العالم، أعاد موقع ألماني التذكير بما حدث حين قررت الدول خوض حرب شاملة، وعنون موقع الدي دبليو: ظل الحرب العالمية الثانية، حجم الكارثة في أرقام. تعتبر الحرب العالمية الثانية الأكبر بالخسائر والأعلى بالتكاليف في تاريخ الحروب، ورغم عقود على نهايتها لا تزال ألمانيا تجد نفسها إلى يومنا هذا في مواجهة مطالب بدفع تعويضات للضحايا. وقال الموقع إن عدد الضحايا محل خلاف إلى الآن، لكن غالبية المؤرخين يتحدثون عن 55 مليون ضحية في أوروبا وآسيا، وآخرون يتحدثون عن 80 مليون قتيل. ويفيد الموقع الحرب العالمية الثانية كانت حربا هجومية تسبب فيها النازيون الذين قادوها بدون رحمة، ويضيف إلى ذلك أن استسلامهم كان بدون شروط إذ لم تحصل مفاوضات بين المنتصرين والطرف المنهزم. القوى المنتصرة حددت القواعد والتعويضات، لكن الألمان لم يكن في وسعهم دفع الفاتورة بأكملها، لأن بلادهم واقتصادهم كانا عبارة عن دمار، وبالتالي كانت التعويضات آنذاك ذات طبيعة رمزية. أرادت الدول المنتصرة فرض تعويضات على ألمانيا التي لم يكن لديها ما تدفعه، فقام المنتصرون بنهب كل ما يجدونه، وقام الاتحاد السوفيتي آنذاك في اقتلاع المنشآت الصناعية الألمانية في مناطق الاحتلال ونقلها إلى أراضيه. كما صادرت تلك القوى ممتلكات ألمانية في الخارج وبراءات اختراع، تم توجيه طلبات إلى ألمانيا فيما بعد لتقديم تعويضات عندما بدأ الاقتصاد الألماني يتعافى. وإلى حد الآن دفعت جمهورية ألمانيا الاتحادية طبقا لحسابات المؤرخين الألمانية ما يقدر ب 951 مليار يورو كتعويضات. محمد جميح يكتب عن 5 نقاط هامة في مواجهة من يدعون محاربتهم للإرهاب في وقت هم يعملون لأجل أهداف سياسية، ويضيف في عدن الغد: باسم مواجهة الإصلاح أسقطوا صنعاء فسقطت الجمهورية، وباسم مواجهة الإصلاح أسقطوا عدن وقسموا البلاد، وباسم الحرب على الإرهاب ملأوا القبور والسجون السرية، بارعون في إخفاء المقاصد تحت العناوين العريضة التي لا تستتر من تلك المقاصد إلا حجم ورقة توت ساقطة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. السفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين ينفي كون القوات التي هاجمتها الإمارات إرهابية، ويقول: علينا توخي الحذر إزاء الرواية التي تقول إن الإمارات تحارب الإرهاب، نظراً أن الإماراتيين يربطون بين القاعدة والإصلاح فيما يبدو فايرستاين معارضاً لهذا الرابط. تسييس الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية أفرغ تلك الحرب من مضامينها،
تسييسها جعل ضحايا الإرهاب هم نفسهم ضحايا الحرب عليه، والتسييس جعل الذين يحاربون الإرهاب يمارسون أعمالا إرهابية. كيف يكون الجيش اليمني إرهابيا في مواجهة الانتقالي ويكون محاربا للإرهاب في مواجهة الحوثي؟ حجم النار الذي أرسلته طائرات الإمارات على الجيش اليمني عكس حجم الحقد على مشروع الدولة اليمنية التي يمثلها هذا الجيش. كان بإمكان الطائرات إطلاق ضربات تحذيرية لو كان الأمر منع الجيش من دخول عدن، لكن النار التي قتلت وجرحت المئات كانت دليلاً على أن الإمارات تستهدف الشرعية للحوثيين. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، مسلحو الحزام الأمني مارسوا انتهاكات بحق المواطنين في عدن بحسب الهوية الجغرافية، واقتحموا منزل قائد موال للحكومة وأعدموا شقيقة، وأعدموا 4 أسرى في مستشفى زنجبار وجنوداً جرحى في جعار، واعتقلوا 400 شخص خلال يوم واحد. في جولتنا بين الصحافة البريطانية نبدأ من صحيفة التايمز ونطالع فيها تقريراً بعنوان بالمرتبة الأولى كأكثر الأسماء شيوعاً، حيث سمي به 5390 مولوداً جديداً، وفي المرتبة الثانية حل اسم جورج وثالثاً اسم هاري. وتشهد القائمة حالة تراجع في بعض الأسماء التي يحملها أفراد العائلة المالكة البريطانية مثل ويليام وكاثرين وميغان، بالإضافة لتشارلز وإليزابيث. ومن بين أسماء الفتيات كان اسم أوليفيا هو الاسم الأكثر انتشاراً وتداولاً، وشهدت القائمة دخول أسماء جديدة متأثرة بالبرامج والمسلسلات التلفزيونية ككاين وإنيا وبودي. ما الذي يدفع الكتاب إلى الكتابة؟ تحت هذا العنوان كتب أنطونيو إزفيدو مقاله الذي ترجمته وأعادت صحيفة الغد نشره وجاء فيه. قال الشاعر الأمريكي ألين غانسينبرغ إنه يكتب لأنه كان يحب أن يغني عندما يكون وحيداً، ولأنه لم يكن لديه أي سبب في الحقيقة، ولأن الكتابة كانت أفضل طريقة للتعبير عن أي شيء يتبادر إلى الذهن في غضون 15 دقيقة أو في حياة كاملة. وقال الروائي الإيطالي أمبرتو إيكو إن أولاده كبروا ولم يعد لديه أحد آخر ليقص عليه قصصه. وكتب الروائي الإسباني خوان مارسيه من أجل المتعة الجمالية الخالصة، وكانت الكتابة بالنسبة له وسيلة ليشعر بأنه على قيد الحياة ولخلق كائنات متخيلة وعيش حياة لا يستطيع أن يعيشها حقا أو التغلب على إن لم يكن محو طفولة غير سعيدة. ومن خلال الكتابة يستطيع أن يجد النسيان أو أن يستعيد بعض الصور أو المشاعر
من طفولته. ويقول ميغيل أوتيرو سيلفا من فنزويلا إنه أصبح كاتبا لأنه لم يستطع أن يكون موسيقيا ولا رساما أو محاميا أو مهندسا أو رياضيا أو مقاتل حرب عصابات، ولا في الحقيقة عضوا في الحزب الشيوعي الفنزويلي أو خطيبا برلمانيا أو سيناتورا. وقال إن الطبيعة لم تهبه القدرات اللازمة لاتخاذ تلك المهن، وإنه سيفكر كسياسي فقط في الخطب الرائعة بمجرد انفضاض جلسات البرلمان. يقول الشاعر الأسباني رافائيل ألبرتي إنه يكتب ليتواصل بأكبر قدر ممكن من الوضوح مع قرائه أو مستمعيه، في حين أدلى الشاعر المكسيكي الراحل سلفادور إليزوندو بهذه الملاحظة الملتوية: أتذكر أنني كنت أكتب وأرى نفسي أيضا وأنا أكتب. وكتب الفيلسوف إيميل سيوران: بالنسبة لي الكتابة هي فعل انتقام، انتقام من العالم ومن نفسي. كل ما كتبته تقريبا كان نتاجا لرغبة في انتقام ما. هناك يوم عالمي حيث تتلون المدن بالأحمر في بعض مدن العالم، ولكن بالطماطم. الصور التي سنعرضها لكم من صحيفة الجارديان عن مهرجان الطماطم في إسبانيا، نتابع. يبدع رسامو الكاريكاتير من خلال رسوم تضاهي أخبارا وصورا عدة. في جولتنا لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.